انا حتى عليهم عيني اتعب بيها كده 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 انا عايزاها فطبق انهم. حاضر ممكن تسكتي؟ انا لسه ما عملتش حاجه. ها وجع دماغ مش عايزه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده جاي لكم فيديو جديد ان شاء الله كده يا رب ينول اعجابكم. وطبعا قررت النهارده ان انا اعمل الكلام ده انا عاملاه من بالليل، قررت ان انا اعمل معاكم الفطير. بصوا بقى كده وبعد كده هرغي معاكم براحتي. عملت بقى ايه؟ انا سبت لكم طبعا الفيديو بالصوت الطبيعي كده في الاول عبال ما احضر الحبشتكنات بتاعتي. عملت ايه يا فوف؟ بقى حطيت كيلو ونص دقيق في العجان، وحطيت 5 معالق سكر زي ما انتوا شفتوا، ونص معلقه ايه ملح بس، وقلبتهم كويس. وبعد كده هنزل بالميه. زي ما انتوا شايفين انا بنزل بالميه واحده واحده. لو الميه كترت معاكي ممكن تزودي تاني شويه دقيق وتلمي بالعجينه. لو الميه قليله بتزودي بردك الميه تاني واحده واحده. يعني انا بص كل شويه اقفل العجان وارجع امسك العجينه واشوفها كده في ايديا محتاجه ميه او مش محتاجه كده، واحدة واحدة على مهلك. عايزة اقول لكم مقادير الفطير سهلة جدا وبسيطة واقتصادية، واحنا بنروح بنجيبه مبلغ من بره. معرفش الفطير يعني الفطيرة وصلت لمبلغ حلو كده محترم ليه مش عارفة. طيب الدقيق جبته بكام؟ الدقيق جبته يا جماعة ب17 جنيه، الدقيق اللي هو السايب ده. بصوا بقى انا كنت بشور عقلي ان انا اعمل 3 كيلو النهاردة، فرجعت قلت ايه لا خلاص خليها بس ايه كيلو ونص بس. اهو بصوا كده العجينة لسه ناشفة شوية فمحتاجة تلين كده بشوية ايه مية. انا ماشي معاك واحدة واحدة عشان الناس اللي قالت لي يلا يا وفاء اعمليه معانا. انا لما قلت لكم ان جوزي عايز ياكل فطير فقلت بقى خلاص انا هتشجع واعمله. طبعا بروح ان انا اجيبه غالي جدا وعلى ايه ومش بيشبعنا زي ما بتعمليه في البيت. طبعا بقى لو عندك بقى سمنة كده بلدي اوعى بقى، هو بيحب السمنه البلدي بس. طبعا انا جبت علبه الروابي اللي جنبي ديت وعادي استخدمتها ما يجراش حاجه خالص. انا طبعا ببدا بالعجان على الواطي خالص لحد ما تلم العجينه، وبعد كده عشان تتعجن حلو جدا بقوم معليه العجان معايا. هنا بقى العجان انا ايديا كانت بصوا فيها ميه فمش عارف مش عارف. قلت اقفل الكاميرا واتخانق معاه براحتي. هنا بقى اللهم صل على النبي يا رب. انا مش هستخدم الزيت خالص، انا ممكن استخدم الزيت ان المي بيه بس العجينة اطلعها مثلا من العجان الكلام ده لا، انا هستخدم على طول اي نوع سمنة عندك او اي نوع زبدة. جبت بقى اللهم صل على النبي يا رب، جبت الصينية الكبيرة ديت دهنتها كده بالسمنة، وهنا طبعا الرخامة بتاعتي نضيفة زي الفل انتوا عارفين حاجتي. فنزلت كده بالعجينة ورحت ايه حطاها كده اهو، وهبتدي ان انا لمها على جوه كلها كده وادهن يعني ادهن كده بايديا كده استخدم كده السمنه في ايديا اهو، ادهن ايديا بالسمنه وافضل الف فيها لحد ايه ما تلم معايا. وبعد كده قسمتها على 3 كور كبار، كل شويه ادهن ايدي بالسمنه وانا ايه بلف كده. هو الفطير يا جماعه كده بيخش له سمنه كتير، عشان بس في ناس هتقعد تقول لي يا وفاء ده بياخد سمنه كتير ده كده غلط. هو الفطير يا جماعه انتوا بتجيبوه بره برده مليان كده، فلازم انت تستخدمي له سمنه كتيره يعني. فلو مخصصه له كده يعني علبه كده في الشهر كده سمنه، او مثلا عندك قالب كده زبده كده بلدي، فما اقولكيش بقى على الجميل.
هنا طبعا بقى انا هقطع كل الكور اللي معايا ديت على كور صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، عشان هنفرد الكور دي كلها مع بعض كده. الكلام دوت طبعا انا عملته عشان تاني يوم انا هفاجئ جوزي بقى بالكلام ده، عشان هو اللي طلبه مني بقاله فترة والله، كان قايل لي عليه. وانا طبعا اشرح لكم ليه انا كنت مكسلة او مش بعمله او الكلام ده كله، انتم مشتتيني اصلا زي ما بقول لكم كده. اه والله. طبعا بقى انا حاطه في دماغي ان انا هعمل منه 3 صواني، ماشي. ال3 صواني دول دخلوا في 4 صواني، يعني انا قطعت الكور ديت، عملت حساب كل صينيه 7 رقات، تمام. فاتفضل مني كده كام واحده تاني، مش فاكره 5 ولا قد ايه، فخليتهم بقى في صينيه تاني ايه صغيره كده لوحديهم. بسم الله ما شاء الله، اداني كميه حلوه جدا ويعني تشبعنا ويفيد كمان منها. هنا بدهن ايديا كده برضو بالسمنة، ودهنت الوش بتاع الكور الصغيرة اللي انا عملتها ديت. هنا بقى مسكت كده الصينية برضو دهنتها بالسمنة، وهنا بفرد اول راق كده. عايزة تفرديه برضك على الرخامة احسن طبعا. بصوا يا جماعة، فرد يعني البتاع دوت الفطير ده ليه كذا فرد، كذا طريقة، يعني انا عملته بطريقة قبل كده ودي تاني طريقة برضك، ليه عادي زي ما تحبي. هنا بقى ايه، انا جبت الطبق دوت قلت اشتغل عليه مثلا بدل الرخامه، لقيته بردك مريحنيش، فهشتغل على الرخامه على طول بعد كده. طالما انتي مصبينه الرخامه ونظيفه عادي نشتغل عليها، دي رخامه اكل يعني محدش بيطلع يقف عليها ولا حاجه عشان في ناس تقعد تقول لي لا يا ايه ده، لا يا فما تشتغليش على الرخامه. بصي لا، هي على الرخامه كده، ايوه افرد. طبعا ممكن تفرديها بايديكي زي ما انا كنت بفرد، بس انا ما قدرتش، انتوا عارفين انا ايديا تعباني، وده اللي بيرجعني ورا من اي معجنات بقول لكم كده كتير، عشان ايديا مش بستحمل، مش بستحمل ان انا افرد بيها عجينه والكلام ده. جبت هنا البتاع بتاع فرد العجين دي جميله جدا وساعدتني. بتعملي ايه يا فوفه بقى؟ انا مسكت طبعا صينيه بفرد كده، انا بمسك الكوره بدهنها كده، بحطها في السمنه واغرقها في السمنه واطلعها افردها زي ما انتم شايفين. قبل ما احطها على الرق التاني انا بكون دهنها، بصوا اهو كده بدهن كده بعد ما احطه سمنه، وبعد كده بحط عليه الرق التاني. لازم تدهني ما بين كل رق ورق بالسمنه. هنا بفرد بقى على قد ما اقدر كده، يعني عادي ان اتقطعت منك من النص ولا اتفتحت عادي، بس خلي اخر واحده تكون مفروده ومش متقطعه معاكي خالص، عشان دي اللي هلمي بيها العجينه في الاخر. سهل جدا، طريقته سهله في البيت، بس احنا عالم كستاليه والله. وكمان انا اللي بيرجعني ورا مشاهدتكم للفيديو، يعني ما اكون مثلا بعمل حاجه زي كده بلاقي الفيديو وقع خالص، تقولوا بعمل حاجه غلط لكن على طول عايزين روتين روتين. طب فيها ايه لما نغير ونعمل حاجات توفر في بيوتنا يعني، واشجعكم. بصوا هنا انا بحط الكره كده في الزبده، باخد من السمنه كده حاجه بسيطه وافرد كده زي ما انتم شايفين اهو. طبعا حطيت عملت 3 صواني على 7 رقات، بصوا اهو بدهن كده وارجع احط الرق التاني. خلاويص خلو دي اول صينيه معانا خلصت. جبت بقى ايه تاني صينيه دهنتها برضو كده، وكالعاده ايه زي ما انتم شايفين هعمل بالطريقه ديت. انا بقى جوزي طلب مني الفطير وانا قلت لكم الكلام ده، فانا قلت خلاص ده بقاله فتره طالب مني ولازما ان انا اعمله النهارده ان شاء الله. كفايه كده بقى، انا يعني كبرت دماغي كتير. وكمان انا كنت حاطه في دماغي في اليوم ده انا هقوم اعمل اكل ايه بكره، طب اسال العيال زهقانين من كل حاجه ولا عايزين طبيخ ولا عايزين حاجة، قلت لأ أنا خلاص ايه 1.5 كيلو يعني دقيق وايه شوية سمنة يعني وخلاص، ده ما بيتكلفش أكتر من كده اللي بنجيبه بمبلغ، يعني بنجيب الفطيرة بمبلغ من بره على ايه مش عارفة. فقررت خلاص قلت هعمله كده من بالليل، وهشيله بقى في طبق كده سيرفيس كده، تطلعي بس تحطيه في الفرن أو الميكرويف يسخن وتتعشي أو تتغدي بيه أو تفطري بيه حسب ما انتوا عايزين. طيب لو عايزه اعمل كميه وفاء حلوه واشيله في الفريزر، عشان مش كل مره احط في دماغي اني هعمل الكلام ده كله، عادي اعملي في يوم واحد، خصصي يوم واحد تعملي فيه الكلام ده وتشيليه في اكياس في الفريزر، بتطلعيه بس يفك كده على الرخامه، تسيبيه شويه لحد ما يفك وتسخنيه عادي في الميكرويف او الفرن بتاعك. بس الفطير عادي انا حتى لما كنت بجيبه من بره عادي كنت بجيب كميه مثلا واشيلها في الفريزر واطلعه اسخنه كده على الفطار او على العشاء في اي وقت زي ما انتوا شايفين. بصوا هنا بقول لكم، بصوا نوع الدقيق حلو، يعني نوع الدقيق مديني مطه كده حلوه، لو مش بيفرد كده معايا كنت اعرف ان نوع الدقيق ده مش حلو.
هنا بقى طبعا انا مشكلتي الصواني بتاعتي، وانا قايله لكم قبل كده، وعيب ان انا مش محضره نفسي. عايزه اجيب صينيتين كده محترمين للحاجات اللي زي كده. هنا بقى بصوا يا جماعه، انا ببل ايدي كده من السمنه وبلف كده ايه كل الكور اللي احنا فردناها مع بعض كده، اللي هي هتبقى فطيره، بلفها كده واعملها بعد كده كره واحده وادهنها كده اهو. الدنيا واضحه طبعا اهي قدامكم. بجيب بقى كل الصواني اللي انا اشتغلت فيها، ببل ايدي كده بالسمنه والف كده كل العجين اللي احنا فردناه ده على جوه، واعمله كوره واحده اهو، وادهن بردك الوش كده، واسيبهم كده بقى ايه على بعض. طب يا وفاء، ده عشان يخمر؟ لا، هو الفطير مش بيخمر، احنا هنسيب العجينه ترتاح زي ما بنقول كده على عجينه القراقيش، هي مش بتخمر، احنا بنسيبها برضو ايه ترتاح، احنا ولا حطينا في خميره ولا حاجه، ده دقيق وسكر وملح. لميت بقى كله على جوه كده، عشان كده بقول لكم كل ما باجي اعمل حاجه في المعجنات بقول لكم يا جماعه كل ما تسيبي العجينه ترتاح كل ما هتديكي قوام حلو جدا. خلاص كده اهو، بسم الله ما شاء الله، عملت لي 4 صواني محترمين. خلاص انا بقى قلت ايه، قلت هغطيهم كده قيمه ساعه، سبتهم كده قيمه ساعه، وعشان العجينه ترتاح معايا، وكل ما تسيبها ترتاح زي ما قلت لكم هتبقى جميله معاكم. هنا بقى قلت ايه، اما اشغل نفسي كده شويه عنها عبال ما ترتاح شويه، مسكت بقى العجان بتاعي كده بفوطه مبلوله، انا الفوطه ديت كل شويه اغسلها كده بالصابونه اللي على الحوض اللي هي الصفرا ديت، وارجع اكمل ايه الحاجه كده المحها بيها. اهو قلت بقى لمع العجان كده، انا بهدلته طبعا وطلعت عينه شويه دول، غسلت بقى الحاجه بتاعته، قلت ارجعها تاني برضو. الحاجه كل ما تستعني بيها كده، الحاجه غاليه جدا يا جماعه، واللي يجيب جهاز زي ده يعني خلي عينك في وسط راسك كده، فالحاجه مش بتيجي بسهوله يعني. اهو ظبطته كده ورجعته مكانه تاني، وهنا لمعت برضو الرخامه عشان في دي اتنطور كده، هنا البتاعه بتاعته ديت اتخلعت، قلت لها والله ما هسيبك بقى، اهو ركبتها تاني. بس كده خليت الرخامه زي الفل. هنا بقى ايه، انا قبل ما ابتدي خالص كنت غاسله شويه المواعين دول، وانتوا عارفين ان لما ببتدي باي حاجه في المطبخ بحب ان انا افضي الحوض، اشطب الحوض وافضيه، بحس كده بنظافه يعني، انا ما اعرفش فيا الطبع ده، لو واحده فيكم زي تقول لي بقى ايه المشكله دي، ايه الموضوع بتاعنا ده، ما اعرفش اشتغل خالص في المطبخ الا لما اخلي الرخامه زي الفل، وبعد كده انضف البوتاجاز مثلا لو متبهدل، لو في شويه مواعين زي كده بلمهم واقوم مصبينها الحوض واخلي الدنيا حواليا زي الفل. بعد كده ابتدي اشتغل في الاكل بتاعي اللي انا هعمله، بحس ان انا عملت حاجتي بنظافه وبترتيب والدنيا بتبقى حواليا زي الفل. المهم بقى حبايبي، ما تنسوش اللايك وما تنسوش الكومنت الحلو، نسيت ان انا اقول لكم واوجع دماغكم عشان الفيديو ده تعبت فيه جدا، ولو حابين فيديوهات زي كده ونغير شويه من روتينات التنظيف اللي احنا ما ورناش غيره، فشجعوني نعمل وصفات كده حلوة ونوفر في بيوتنا يعني. لميت طبعا كل المواعين كده وظبطتها، وعايزة اقولكم ان انا خرجت كمان قعدت شوية بره عشان تكون عدت الساعة. هنا بقى ورحت حطيت شوية سمنة كده محترمين، بصوا كندة، انا كل شوية افصل في الفيديو واسكت في كندة، وهطلع دلوقتي مش عارفة اقولكم هعمل فيها ايه، يعني في اول الفيديو وجع دماغي وفي اخر الفيديو وجع دماغي، معصباني. بصوا بقى بدهن ايدي كده بالسمنه، وبعد كده اللهم صل على النبي. بصوا شفتوا العجينه بسم الله ما شاء الله فردت معايا بسهوله، عشان انت سبتيها ترتاح فهتديكي كده ايه، مش قادره اقول لك فطير عسل. انا عايزه اقول لكم دي اول واحده دخلت الفرن، والله العظيم عيالي مسكته اول ما طلعت، ادينا يا ماما، بقيت اقص لهم بالمقص كده عشان طبعا سخن. هنا بقى انا مشغله الفرن، الفرن عندي يا جماعه فوق وتحت، الفرن عندي شغال فوق وتحت. خلاص كنت قربت اطلع الصينيه الاولانيه، فقلت بسرعه ايه افرد الثانيه زي ما انتم شايفين كده، ما بياخدش وقت خالص، انا مسخنه الفرن ومدخله ايه الفطير، هتلاقيه فوق وتحت زي بعض. لكن بقى حد هيخش يقول لي وفاء احطه تحت قد ايه وفوق قد ايه، ما جربتش، انا عندي الفرن يا جماعه فوق وتحت. هنا بقى اول فطيره طلعت، وعايزه اقول لكم ان انا كنت هتلسع، دي واخده الشكل البيضاوي يعني عشان شكل الصينيه. عشان مش مدوره. على طول كده بخطيه بالاكياس اللي هي بتاعه الاكل ديت، كنت خلصت كله ورا بعض كده. عايزه اقول لكم بقى بصي القوام بتاعه، بصي عالي قد ايه، سخن بلهلي، بقول لكم مش اول ما تطلعيه عشان يفضل كده طري حلو معاكي، هو عامل زي البغاشه كده يا جماعه، يعني الوش بتاعه كده كله بصي عايز يتاكل اكل. اسكتوا بقى عشان ايه، انا بوظت الدنيا،
واقفه عماله كل شويه بص بسم الله ما شاء الله جميل جدا. هتعملي ايه بقى يا فوفه؟ همسك طبق طبعا وهقطعه كده حتت صغيره كده اجهزه على الغدا بكره ان شاء الله. بصوا هنا ديت بص الواحده اللي ايه اللي عيالي كلوها انا وعيالي مش هكدب عليكم. خدوا نص ديت اللي كانت فيها رقات بسيطه، الثلاثه التانيين دول بقى ما شاء الله واخدين رقات كتير، دول دي اللي كان فيها الرقات البسيطه كانوا نصها كده بقوا فرحانين وقالوا لي يا ماما ده اطعم من اللي عدى كمان. فكل حاجه في البيت جميله والله العظيم يا جماعه. قررت بقى ان انا افاجئ جوزي بكره ان شاء الله. ايه رايكم بقى في الجميل دوت؟ طبعا جبت السيرفيس اللي هو يخش الميكرويف او الفرن على طول، فقلت اقطع فيه عشان يبقى جاهز عشان ما ارجعش انقله في حاجه تاني. بصي انا واقفه بدوق وعماله ايه عماله اضايقكم كده كده بجري ريقكم. انا مسكت بقى المقص ورحت ايه جهزته على طول على الاكل. بصوا بقى ديت اللي هي فيها السبع رقات اهو، بس بسم الله ما شاء الله مورق كده وجميل، حاجه كده حلوه في البيت. طبعا هستنى رايكم في الفيديو، ادوني افكار لفيديوهات يا جماعه اعملها لكم لو كنت مليتوا شويه من الروتينات ولا حاجه. خلاص على كده كيلو دي ب 17 جنيه واحسن من الحاجه الغاليه اللي بنجيبها من بره، وحاجه جميله في البيت كده، والا ريحه الخبيث ده في البيت على طول اقول لكم كده. هنا بقى ايه جمعت الباقي كده اهو، خلاص على كده هدخله بقى في التلاجة. لكم مع الف سلامة، واستنظروا ان شاء الله فيديو جديد.